رسالتين يا ضيوفي بدهم يوصلوها اليوم. اول شيء انه اللي عنده هدف بالحياه وعنده باسون هو يعني الدليل الاول انه انتم اليوم معنا، ما انتم جايين من طرابلس وبتفرجي انه قد ايه اهل الشمال فيهم يكون عندهم اراده قويه ويكملوا حياتهم بشكل عادي مثلهم مثل كل اللبنانيه، ومرات اكثر شوي مع كل اللي عم بيصير عندهم. الرسائل اللي عم بوصلوها انه اللي عنده شغف بالحياه اللي بيامن برسالته بيقدر يوصلها وبيقدر يعمل كثير من خلالها. اليوم ضيوفي هن نجوى سحمراني وهي ميكانيكال انجينير، وزياد سنكري وهو بايوميديكال انجينير، لنحكي عن اختراع جديد، اختراع هالمره اختراع طبي طلع من لبنان وهو يمكن الاول من نوعه. ما بدنا نقول اول من نوعه لان بتصور في اختراعات طبيه قبل طلعت من لبنان، بس بشكل خجول كثير عاده بتكون. صباح الخير، صباح اهلا وسهلا فيكم نجوى. عاده نبلش مع الصبايا، اليوم رح نعمل استثناء نبلش مع زياد بما انه يعني الاختراع اختراعه. زياد، انت كاتب بهالنوت اللي حطيتها عن حالك انه انت وصغير قرروا اهلك مثل كثير من الاهل بلبنان وبالعالم العربي شو المهنه اللي انت بدك تمارسها بعدين. هذا جزء من مجتمعنا والكلتشر تبعيتنا، نلاقي في عنا مثل اي هول سيستم، نظام متكامل بيقول لك حياتك من قبل بالضبط كيف بدك تكمل، كيف وين بدك تدرس، وين بدك تخلص، وكم ولد رح تجيب بعد شوي، بده يحددوها بعد، هذا اللي ناقص. بس الفكره انه احنا قررنا انه لازم الشباب هالايام ياخذوا هن الانيشيتيف، هن يقرروا شو بدهم يعملوا بحياتهم، هن يدوروا على الباشن، على الشغف اللي عندهم اياه بالحياه ويتبعوه لاخر مرحله ليقدروا يوصلوا شيء هن حابين يعملوه بنفس الوقت ممكن يعمل امباكت على المجتمع. هذا اللي شو بيزيد الباشن على المهنه؟ بعتقد انه الواحد يلاقي الشيء اللي هو بحبه اولا، وبعدين يحس حاله عم يعطي فاليو، عم يعطي قيمه للمجتمع، لحاله، لمحيطه، وللانسانيه بشكل عام. هذا اللي بخلينا عم نستمر بالبروجي اللي عم نشتغل عليه هلا. نجوى، انت ميكانيكال انجينير، كان بدك تكوني ميكانيكال انجينير من اول الطريق؟ صراحة لا، ما كنت فكرة، ما كنت بعرف شو بدي أعمل بالجامعة، وهي مشكلة orientation أساساً عنا إياها بالeducation system. وحتى أنا وقت فتع الجامعة بدلت 3 مرات اختصاص لحتى قررت أنه بدي أكون mechanical engineer. وهلأ بتحسي حالك يعني عندك الشغف الكافي لتمارسي المهنة وأنت مبسوطة بهالاختيار؟ إيه أكيد، وأنا كمان بآمن أنه ما ضروري يكون في direct line بين التخصص بالجامعة وشو عم بعمل بالحياة. بس من اللي كسبته من mechanical engineer هو الميثودولوجي، انه كيف فكر بطريقه سيستماتيك حتى حل مشاكل موجوده بالحياه. يعني في ميكانيكال انجينيرز وناس بتفكر بطريقه استنى، انه في ناس مخصصون لا بالانجينيرنج ولا بشيء، لا ميكانيكال ولا الكتريكال. زياد، انت صار معك حدث بحياتك، حدث يعني مؤسف وبزعل، فقدت والدك كان سنه صغير بهارت اتاك. مزبوط. خبرنا كيف غير هذا الحدث من حياتك وتوجهاتك بالحياه. وقت فقدت والدي كنت بحوالي بس عمري 17 سنه، كنت بعد ما فت على الجامعه. وقتها كنت عم قرر باي دومين بدي اتخصص، وكان نوعا ما في عندي حب للهندسه. هلا فتت بلشت كمبيوتر انجينيرنج بالال اي يو، بس اللي خلاني ان اتاثر كثير هو هالحدث اللي صار معي، وخلاني ركز اكثر على حاول افهم كيف الجلطه ممكن تصير، كيف فينا نمنع حدا يفقد حياته او حياه حدا عزيز عليه بسبب الجلطه. فطورنا هالاختراع اللي اليوم رح نحكي عنه، اللي بخلينا نقدر نلقط ايميديتلي وقت الشخص عم يكون عنده جلطه ونبعثها لاقرب مركز مراقبه تينقذ له حياته ويبعثوا له المساعده. كيف وصلت لمحل انك تخترع هذا الاختراع؟ يعني انت عم تعمل كمبيوتر انجينيرنج، شو وصلك لتخترع بايوميديكال برودكت؟ هلا اليوم صارت النولج از انتركونكتد، اليوم المعلومات كلياتها مترابطه ببعضها. الهندسه بشكل عام الكمبيوتر بيدخل بكل جزء من حياتنا، سواء بالهندسه، بالارتس، بالميديا، بغيره من المجالات. بس انت تركت هذا الاختصاص ورحت على اختصاص ثاني؟ لا، هلا انا تخرجت ككمبيوتر انجينير كاندرجراد، بس كملت بامريكا مزبوط تخصص بالبايوميديكال انجينيرنج، اللي هو فوكس اكثر على التكنولوجيا الطبيه. فاللي خلينا النولج، المعلومات اللي تعلمناها من الكمبيوتر انجينيرنج ومن هندسه الاتصالات، خلتنا نقدر نطور هالبروجي بالاتجاه اللي هو عليه اليوم ونستفيد من كل هالخبرات اللي تعلمناها. مين ساعدك زياد بتطوير هالبروجي؟ عندي مجموعه من الشباب، في عدد من المهندسين الشباب بوجه لهم تحيه هلا، بينتهم زميلي رمزي فرشوخ ونجوى من المؤسسين. اليوم اسسنا شركه سوا كرمال نبلش نطور ونسوي هالمشروع، مش بس بلبنان والمنطقه، حتى على مستوى عالمي بامريكا وباوروبا.
حنحكي شو هو الاختراع. خلينا نسأل عن الصعوبة بأنك توصلي لتأسيس شركة بلبنان لتسويق بايوميديكال برودكت اللي هو شيء يعني مش كتير فاميليير أو مش كتير موجود بالعالم العربي. عادة كل هالبرودكتس مشتريهم من الخارج، احنا مستوردهم ما منوردهم. مزبوط. في يعني تحديات في عدة أنواع من التحديات. يعني إذا بدي أسمي أول شيء، في عنا أنك تلاقي المستثمر المناسب، لأنه منا متعودين مثل ما قلت إنه منا متعودين على هذا النوع من الشركات، فما عنا مستثمرين بيستثمروا بالتكنولوجيا. فكان عنا مشكلة، ما كان بدنا إنه بس حدا يستثمر معنا مبلغ من المصاري ويكون منفصل عنا، كان بدنا حدا مثل منتور يدفعنا إنه على الطريق الصح بهذا المجال. فمشان هيك كان عنا صعوبة إنه نلاقي المستثمر المناسب. تاني شيء، في عنا صعوبة بالإنفراستراكشر، يعني بنا التحتية منا كتير مجهزة لحتى لبناء تكنولوجيا. فعم نجرب قد ما فينا إنه نعمل كل شيء بيقدر ينعمل بلبنان، والاشياء اللي ما بنقدر نعملها هون بدنا اياها بكواليتي معينه بنعملها كصناعه لهالبرودكت. عم تضطروا بلبنان وخارج لبنان تكملوا تحديدا؟ احنا عم نعمل الديزاينز والسوفت ويرز ديفلوبمنت كلياتها عم تصير بلبنان من الاوفيسز تبعونا، بعدين البروتوتايبنج والتصنيع عم يصير بامريكا، وحتى التستنج والريجوليتوري كلياتها عم نروح على امريكا، عم نخلصها مع البارتنرز تبعونا بامريكا، عم نعمل كل التستنج الريكوايرد هونيك، وعم نيجي نسوي البرودكت بالاسواق العالميه. خبرنا عن البرودكت، شو هو زياد؟ البرودكت هو بشكل سهل مبسط. يعني بشكل مش ميديكال. البرودكت ببساطه هو عباره عن سنسور بيحس بدقات القلب، الالكتروكارديوغرام. وين بينحط؟ بينزرع داخل جسم الانسان؟ لا ولا خارج الجسم تماما، بينحط. هيدي عم شو صوره للديفايس اليوم اللي راح يكون موجود بالسوق. قد ايه حجمه الديفايس؟ قد التليفون؟ قد سمارت فون؟ هيدا اصغر من سامسونج، اصغر من التليفون السامسونج اللي عندك اللي عندنا اياه عاده. ذس از سمولر، اصغر منه تقريبا بحجم الايفون. الديفايس بينوصل على جسم الانسان، في عنده سنسرز بياخذوا كهربه القلب بيحللوها اوتوماتيكمون، وقت نكتشف انه في مشكله بالقلب اوتوماتيكمون الديفايس راح يبعثها على مركز مراقبه متخصص، بنعرف بالضبط وين البيشنت، وين المريض، وين موجود، شو عم يصير معه، وبنقدر نوصل له المساعده لحتى ننقذ حياته. كيف توصلوا المساعده؟ يعني بيبعثوا له حدا من الفريق الطبي من الجسم الطبي يساعده؟ او بالضبط السيستم عندنا بامريكا اللي عملنا له تيستينج عليه، بنتصل بالامرجنسي بيرسونال، هن بيبعثوا دغري they dispatch help، بنلاقي على موقع البيشنت على الجي بي اس كوردينتس تبعون البيشنت، اند على الجي بي اس تعملوا له يعني يلوكيت المحل اللي هو موجود فيه، موقع اللي هو موجود فيه. قد ايه في فرق بيكون وقت بين اللي تخربط بكهربة القلب والجلطة اللي ممكن تصير؟ الوقت اللي عم يعطينا إياه هالنوع من التكنولوجيا بيزيد عن الساعة ونص. ساعة ونص كافية إن نقدر نوصل البيشنت للمستشفى ونعطيه كل المساعدة الطبية اللازمة لنقدر ننقذ له حياته. ليش وفاة بيك وصلتك لهذا الاختراع؟ شو اللي صار معه تحديداً؟ وفاة بيي أثرت فيني لأنه سمعت الدكاترة، بيي توفى بأمريكا، وسمعت الدكاترة كانوا عم يحكوا if we got to him early enough we could have saved him، لو وصلنا له بوقت كافي بوقت عبكير كنا قدرنا ننقذ له حياته. هالكلمة لحالة عملت لي درايف كتير قوي لحتى أقدر أفهم ليش كان فينا نعرف قبل بوقت، كيف كان فينا نوصل له قبل بوقت، وكيف كان فينا نمنع. مين بتخدم هالديفايس زياد؟ البيشنت اللي عندهم هاي ريسك اوف اوف هارت اتاكس، البيشنتس اللي بيدخنوا كتير، اللي عندهم كوليسترول، يعني اللي بعائلتهم في هيستوري للهارت اتاكس او وراثيا او عندهم تخربط عامه بكهربه القلب. نعم بالضبط، اللي عندهم تخربط بكهربه القلب هذا نوع من المرضى اللي احنا بنستهدفه وبنحاول نساعده، والنوع الثاني اللي عندهم وراثي او صار معهم قبل هلا جلطه ونجوا منها وما بدك اياهم تتكرر معهم. اخذتوا ابروفل بامريكا عليها؟ عندنا FDA approval، منظمة الغذاء والدواء بأمريكا. لأنه إذا ما أخذت FDA approval بالعالم العربي ما فيهم يوثقوا فيها، عندهم مصداقية، يعني نحن مش موجودة عندنا بالاختراعات اخترعت بالعالم Absolutely. العربي. من هيك إحنا بنصنع بأمريكا، بنعمل كل الverification والديزاينز والتستنج بأمريكا، والFDA عطتنا clearance لنقدر نسوي هالمنتج بالأراضي الأمريكية، فهذا بيدل على قد إيه الكواليتي عالية جدا لهالبرودكت. بدنا نشوف فيديو لهالديفايس ونرجع بدنا نتحدث مع نجوى حول التسويق وين بأي بلاد راح يتسوق. شو عم نشوف زياد بالفيديو؟ هلا عم نشوف كيف التخطيط القلبي وقتها يصير. في عنا سوفت وير اللي على الديفايس اوتوماتيكلي
رح يقدر يكتشف وقت يصير في غلط بالتخطيط القلب اللي عم تشوفه هلا على الشاشه، وقت يكتشف انه في مشكله معينه بنعرف وين البيشنت موجود شو عم بيصير معه، وبنقدر عندنا مركز مراقبه متخصص في بقلبه تقنيين طبيين بيحللوا هالديتا، بيعرفوا البيشنت وين موجود شو لازم. يعني في حدا عم بيتابع هالماشين كل الوقت على مدار الساعه؟ مزبوط مزبوط. في عندنا جزء من الشركه هو نظام مراقبه، وقت نعرف البيشنت شو عم بيصير معه بنقدر نلاقيه ونوجه له. بس النظام المراقبه بده يكون كبير نجوى، كل ما كان كل ما بعتوا ديفايسز اكثر كل ما بده يكون في بيرسونيل اكثر ينتبه ويعمل مونيتورينج. مزبوط مزبوط. عدد الاشخاص الموجودين بهذا الميديكال سنتر المونيتورينج سنتر حيكون بروبورشنال لعدد الكاستمرز اللي عندنا. يعني كل كم مريض بحاجه لشخص انه يراقبه؟ كل كم مريض؟ كل مريض بحاجة لشخص يراقب هال لا أكيد الديفايس. لأنه الديفايس فيه تكنولوجيا ذكية بتحلل المعلومات، فما بيبعت كل الوقت، وفي الشخص الموجود عندنا بالميديكال سنتر عم بيشوف كل المعلومات. لا، الديفايس بتحلل عند اللزوم، يعني إذا في مشكل بس وقتها بيكون في مشكل. أوكي. الشخص بيتأكد أنه إيه مزبوط في مشكل، لأنه أحياناً الديفايس بتغلط، دايماً العين البشرية عندها إمباكت أكثر على أنها تحلل وتطلع النتيجة المزبوطة. وين من يومين تسوقوه الديفايس؟ هلا البايلوت لانش حتكون بلبنان. بعدين يعني حابين نحن انه نكون هيدي التكنولوجيا لانه على مستوى عالمي، حابين تكون تطلع من لبنان للعالم، فعلى الارجح المرحله الثانيه حتكون لامريكا، نسوق بامريكا. هيك زياد؟ مزبوط. الاهم انه عم نخلق احنا فرص عمل. هذا الاختراع منه موجود بولا محل، ولا بامريكا ولا باي محل. اللي بيراقب كهربه القلب لا يعطي اليرت على المستشفيات. ما في تكنولوجيا وايرلس بتقدر تكتشف فورا انه المريض عم يصير معه مشكله وتبعتها لمركز مراقبه. خليني اسالك، بياثر انه واحد يكون ماسك هيك ديفايس على جسمه كطيله النهار كل الوقت؟ لا ابدا. هيدا الديفايس في سايد افكتس له كهرباء؟ الفانكشنينج تبع هيدا الديفايس بيشتغل مثله مثل السيلولر فون. احنا السيلولر فون عم يدلوا معنا طول النهار وطول الليل تقريبا هالايام. صح. فالاكشلي الديفايس في بقلبه سيم كارد، بنحط السيم بقلبه وبيصير بيبعث مثله مثل السيلولر فون، بس بدل ما يبعث واتساب او مسجز عاديين عم يبعث داتا عن القلب، عن كهربه القلب. هلا كهربه القلب هيدي ستاندرد بروسيجر باي مستشفى، بنشوف موصلين وايرز على ماشين كبيره. هيدا عم ياخد هالماشين عم تاخد كهربه القلب وتحللها احنا بس وايرلس بلا شرايط وال اكزاكتلي. اليوم بدل ما يكون كونكتد على هالماشين الكبيره، طورنا التكنولوجيا لتصير بورتبل، بيقدر يكمل حياته، يروح يكمل شغله، يعمل سبور، يعمل رياضه، وبنفس الوقت نكون عم نراقبه بدون ما يكون تايد او مربوط بالمستشفى. طيب انتم بحاجه كمان تتفقوا مع مستشفيات لهيدا الموضوع، او بكفي يكون عندكم مونيتورينج سنتر وتراقبوا هالمرضى؟ لا اكيد نحن بحاجه نتفق مع مستشفيات. نحن ما بنسوق دغري للمرضى، لما انه هو جهاز طبي فالدكتور لازم يوصفه، فمشان هيك نحن اول شيء نتوجه للدكاتره وللمستشفيات وهن بيوصفوا للمرضى. قد ايه معقول يخفف من امراض، من مشاكل، يعني جلطات؟ اللي بيعمل جلطه صغيره بيكون معرض لجلطه اكبر، لشلل نصفي، ل يعني فقدان ما بعرف النطق او المشي او التروماتيك. كثير الافكتس تبعون الجلطه اذا ما ادت للوفاه ممكن تؤدي لعوارض صعبه جدا، بتخلي حياه المريض تصير صعبه جدا. فهالشيء وقتها نقدر نكتشف انه ممكن تصير بعد فتره، بنقدر نوصل للمريض بوقت مناسب ونقدر نعطيه العلاج او المعالج التريتمنت اللازم لنمنع هالاحداث، بيكون قدمنا له خدمه كبيره جدا. والاهم انه هالتكنولوجيا ساعدتنا ننزل كلفه هالمراقبه. يعني بأي بلد اليوم لتحصلي على شيء مشابه الليلة بالمستشفى بتكلف أكثر من $800، إحنا عم نقدم الخدمة بأقل من هيك بكتير لمدة مراقبة بتتجاوز الشهر بعض الأحيان. فهيدا عم يخفف الفاتورة العلاجية للمرضى، وبنفس الوقت عم يعطيهم قدرة أنه ننقذ لهم حياتهم أو نمنع تطور الحالة لوضع أسوأ. بخفف كمان الفاتوره العلاجيه للدوله اللي بيتعالجوا على حساب الضمان او اللي على حساب وزاره الصحه، المجبورين يبقوا بمستشفيات لوقت طويل ليتراقبوا. قد ايه بيقدر واحد يحط هالديفايس على جسمه لمده قد ايه بيتراقب؟ هو عاده المريض بحاجه لانه يتراقب لماكسيموم فتره شهر لحتى نتاكد انه ما في اندرلاينج بروسس، ما في شيء عم حيؤدي او حيتطور لعارض صحي خطر عليه. فعاده في مرضى معينين بحاجة إحنا نوصف لهم هالديفايس لفترة أقصاها شهر، نتأكد بخلال هالشهر إنه ما في شيء عم يصير معهم،
اذا صار اذا تاكدنا انه كل شيء سليم بيقدر يرجع يستخدمها بعد سنتين او بعد ثلاثه. بس مثل الماموغراف اليوم اللي السيدات بيروحوا بيعملوه مره كل سنه او مره كل سنتين، فهيدا طريقه لنمنع او نتاكد انه ما في شيء عم يصير ممكن يؤدي لجلطه او لمشكله او لعارض صحي خطير. لو هالاختراع يعني كان عمله حدا مش لبناني نجوى، شو كان برايك بيصير فيه؟ مش لبناني يمكن كان وصل للسوق بطريقه جدا اسرع يعني من هيك. نحن صار لنا كذا سنه عم نشتغل على المشروع، وزياد كان قبل بسنين كمان بلش شغل، فيمكن لو ببلد ثاني يمكن كان صار اسرع، بس هيدا الشيء ما عم بحبط لنا من عزيمتنا، بعدنا مسافرين يعني. شو سميتوا هالاختراع زياد، وايمتى رح يكون موجود بالسوق اللبناني والعربي؟ الشركة اللي عم تسوي الاختراع اسمها كارديو دايجنوستكس، رح نعمل بايلوت لانش هلا بهالشهر، رح يكون موجود بالسوق اللبناني بداية من الشهر الجاي وبالسوق العربي بعدها بشهرين. الأهم من هون إنه احنا قررنا إنه نبقى بلبنان ونشتغل من لبنان ونوظف قدرات أو تالنتس لبنانية، لأنه أنا شفت أمريكا وشفت إنه عندنا قدرات إذا نميناها وربيناها بنقدر نوصل ننافس دول كبيره ثانيه كثير. عندنا هالباشن، عندنا هالانفورميشن اللي عم نتعلمها بالجامعات والمدارس، فعم نشتغل من هون لحتى نقدر نطور وننافس حتى بالاسواق العالميه. نحن بنقول لكم جود لك، برافو عليك عن جد، ريلي براود. نحن فخورين فيكم بكل الشباب اللبنانيه اللي بيلحقوا هالشغف اللي عندهم واللي بيرجعوا باختراعاتهم مواهبهم معلوماتهم وقدراتهم على لبنان او على العالم العربي، بيطلعوا منها مش بيضلوا بالخارج رغم الظروف الصعبه خاصه بالشمال. اهلا وسهلا فيكم، نبقى منتابع بس تعملوا لونشينج لهالبرودكت، منتابع كمان شو تطوراتكم. شكرا، ميرسي كثير. حناخذ بريك، من بعدها رح نكمل بقى لايف، خليكم معنا.